تحية وسلاما وعيدا مباركا لكم أيها المشاهدون الكرام من قناة يو تي في الأوكرانية. أحييكم أنا يامن خضور وأقدم لكم عددا جديدة من صحافة الأسبوع. في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الفائت استفاق اليابانيون على تحذيرات شديدة بعثت بها حكومتهم تطالبهم فيها بالحيطة والهرع إلى الملاجئ، لأن صاروخا باليستيا أطلق من كوريا الشمالية يحلق فوق رؤوسهم. الصاروخ قطع مسافة تزيد عن 2700 كيلومتر قبل أن يسقط في المحيط الهادئ قبالة جزيرة هوكايدو شمال اليابان. وكان زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون قد توعد بإطلاق مزيد من الصواريخ فوق اليابان، مؤكدا أن هذا الصاروخ ليس سوى البداية ردا على العقوبات الأخيرة ومقدمة تمهد لضرب جزيرة غوام الأمريكية وفاتحة لتدابير حازمة ضد المناورات العسكرية المشتركة التي تقوم بها واشنطن وسيول في كوريا الجنوبية. صحيفة The Wall Street Journal كتبت أن هذه العملية الجديدة لبيونغ يانغ تأتي ضمن سلسلة من الاستفزازات الهادفة إلى زعزعة المنطقة، وذكرت أنها المرة الأولى التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخا باتجاه الجزر اليابانية منذ العام 2009. الصاروخ مر في سماء جزيرة هوكايدو، وأعرب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اليابانيين عن بالغ حزنهم بسبب امتناع حكومتهم عن التصدي للهجوم أو إظهار أي موقف دفاعي عسكري بحسب تقرير لصحيفة إندبندنت البريطانية، وتساءلوا لماذا لم تسقط دفاعات بلادهم ذلك الصاروخ رغم امتلاكها كل الوسائل التقنية اللازمة لذلك. The Guardian عدت الأمر تذكيرا قاسيا بالضعف الاستراتيجي لليابان وخيارات رئيس وزرائها شينزو آبي المحدودة، وقال كاتب المقال جون نيلسون رايت إن كوريا الشمالية تمثل للشعب الياباني خصما عنيدا لا يمكن التنبؤ بتصرفاته وتهديدا وجوديا مستمرا. ورأى رايت أن الخوف من كوريا الشمالية سيزيد الضغط على رئيس الوزراء الياباني الذي يواجه هبوطا حادا في شعبيته داخليا بعد سلسلة من فضائح الفساد، وبهذا لن يبقى أمام الأخير يقول الكاتب سوى الطريق الدبلوماسي والمفاوضات. وتساءلت ناشونال انترست الأمريكية بشأن سياسة الولايات المتحدة وخياراتها تجاه نية تغيير النظامين في كوريا الشمالية وإيران، محذرة من نذر حرب نووية تلوح في الأفق. وأوضحت المجلة من خلال مقال للكاتبين ريموند تانتر وإدوارد ستيفورد أن تغيير النظام المارق في طهران على حد وصفها يمكن أن يخدم المصلحة الوطنية لإيران، وذلك بسبب وجود ائتلاف من المعارضة قابل للاستمرار، ولكن الأمر سيكون كارثيا في بيونغ يانغ التي تفتقر لمعارضة مكتفية ذاتيا. وأضافت أنه يبدو أن الرئيس الشمالي أراد اختبار الصاروخ في مسار طبيعي دون تجاوز الخط الأحمر الذي رسمه ترامب بشأن جزيرة غوام، سعيا منه إلى نيل التزام الولايات المتحدة الصريح بالتخلي عن تغيير النظام في بيونغ يانغ بالقوة ومعاملة حاكمها باحترام بوصفه قائدا جديا قادرا على تنفيذ تهديداته إن لزم الأمر. يلتقي مع هذا التحليل فيتالي كوليك الذي كتب في كورسبندنت إن ما قامت به كوريا الشمالية ليس انتحارا كما يصر البعض على وصفه، بل هو تحذير شديد أصرت القيادة الشمالية أن تظهر فيه بأسها وقسوة ردها في حال تعرضت لمحاولة تغيير للنظام بالقوة. هي محاولة رادعة، قال كوليك، تنتهج الأسلوب الوحيد الذي تفهمه الولايات المتحدة، القوة والبأس وبعض الجنون. ولعل كيم يونغ بات الآن في موقف تفاوضي أفضل، وخصوصا بعد استنفاد جميع الأدوات الفعلية للضغط في المجتمع الدولي، والواقع الذي يقول أنه ما من أحد من دول المنطقة يريد الحرب أو الاستعداد لتحمل تبعاتها. الخوف من تغيير أنظمة الحكم قد يشعل حروب الردع الصاروخية والنووية إذن، ولكن التغير المناخي قد بدأ حربه، تقول صحيفة بريطانية وأمريكية، وإعصار هارفي الذي ضرب مدينة هيوستن الأمريكية في الأيام الأخيرة هو البداية. مجلة The Interest الأمريكية نشرت مقالا لنأومي كلين تقول فيه إن إعصار هارفي لم يأتي من فراغ، وقد حان الوقت للحديث عن التغير المناخي. وتابعت بأن الأرقام القياسية في سوئها على صعيد الجفاف أو شدة العواصف أو حرائق الغابات تحدث لأن الكوكب بات أكثر حرارة مما كان عليه عند البدء بتسجيل الإحصاء ومراقبة الأرقام.
يوجين روبنسون في صحيفة The Washington Post قال أن هذا الإعصار هو إنذار لما سيكون عليه المستقبل، ورجح ألا تكون هي المرة الأخيرة التي قد نرى فيها مدينة بحجم هيوستن تغرق في المياه. إعصار من نوع آخر تحدثت عنه Financial Times، تحدث فيه نايل باكلي عن المخاوف في أوروبا الشرقية من التحركات الروسية. تقول الصحيفة إن موعد المناورات العسكرية زابد 2017 لا يزال بعيدا، ولكنها أحدثت توترا في الشرق الأوروبي. فهذه المناورات ستكون أكبر عملية تقوم بها روسيا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ويتوقع أن يصل عدد المشاركين فيها لمئات ألوف الجنود، حتى لو ادعت موسكو أن العدد هو 13,000 جندي فقط. وترى الصحيفة أن القلق من هذه المناورات مفهوم، لأنها تجري والعلاقات بين أوروبا الغربية والشرقية في أسوأ حالاتها منذ سقوط جدار برلين قبل 30 عاما، وأشارت إلى أن روسيا سبق لها أن استعملت المناورات العسكرية غطاء للقيام بعمليات عسكرية حقيقية، وضم جزيرة القرم شاهد قريب حدث من 3 سنوات فقط. والتظاهر الروسي بالمناورات العسكرية بات يشكل تهديدا فعليا واحتمالا قائما لضم مزيد من الأراضي. في هذا الشأن قال رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أنه لا يستبعد استعمال روسيا لمناورات زابد 2017 لاجتياح أوكرانيا ولاتفيا وإستونيا ولتوانيا. روسيا نفت هذه المداعم، وقال نائب وزير الخارجية غريغوري كاراسين إن الهدف من تهويل أمر مناورات اعتيادية هو التغطية على تكثيف وجود حلف الناتو على الحدود الروسية. المخابرات الأمريكية وبحسب صحيفة أباز ريفاتل قالت أن احتمال شن عمل عسكري روسي ضد أوكرانيا على خلفية هذا المناورات ضئيل جدا. وكتبت زيركا لانيديل أنه وتحت ستار التدريبات والمناورات تنقل روسيا المعدات والأفراد إلى روسيا البيضاء على الحدود الأوروبية في استعراض معلن للقوة وإظهار القدرة على إجراء عمليات قتالية في أوروبا. وقد يكون هذا إذا ما ترجم بشكل صحيح عن اللغة الروسية تحذيرا مباشرا وصريحا للغرب. هكذا مر الأسبوع الماضي، وبهذا القدر نختم جولتنا. دمتم بخير وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.